مرحبا مارتي، تبدو ضعيفا، ألا تستطيع القيام بالتمارين؟ أشعر أن هناك صداعا نصفيا سيصيبني، سيكون يوما صعبا. تغيبت بالفعل عن بعض أيام التمارين، لذا سأضطر أن أتمرن خلال هذا اليوم. لكنك تبدو بحالة جيدة، هل تشعر حقا بهذا السوء؟ أشعر بالتعب حقا من أسلوبك الذي يشبه البطريق. ليس لديك أي فكرة عما أشعر به بوب، حاول جعل نفسك مكاني يوما واحدا فقط. اتفقنا، ماذا يمكن أن يكون الأسوأ؟ واو، يبدو أن اليوم يسير بسهولة سيئة. اجتماعات فلينصت الجميع، خذ مكان شخص يعاني من الصداع النصفي ولن تلقي نكات عن الصداع النصفي مجددا. هنا عبر عن اهتمامك وقم بارتداء زوج من النظارات. ألا تصدقني؟ جرب هذا المقاس. 21 يونيو يوم التضامن مع الصداع النصفي. عبر عن اهتمامك، قم بارتداء زوج من النظارات في يوم 21 يونيو. شارك صورة سيلفي على وسائل التواصل الاجتماعي تحت شعار Shades for My Gray.